ولكن بتيجي بالجهد، بتيجي بالعرق، بتيجي بتيجي بروح الفانيلا الحمراء اساسا. يعني الماتش اللي فات انت شفت في ناس تقول لك جول اللي بدري والجول اللي مش عارف، لا انا بقول الروح الاساسيه والتركيز يعد عاملان اساسيان للفوز بالمباراه. فما بالك لو عندك لعيبه مميزه مع الروح والتركيز، اللعيب بيطلع اكتر من 95% من مجهوده. فانا اعتقد ان هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره والناس كلها لن تفرط بسهوله في هذا الفوز. ربنا وفقنا في مباراه الوداد، ماتش صعب، فرقه الوداد فرقه صعبه، بس احنا كلنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا وامكانيات لعبتنا. ويمكن في اللقاءات اللي قبل كده انا قلت ان لعبت النادي الاهلي معدنها اصيل، جهازنا الفني معدنه اصيل، في اللحظات الحاسمه بيتحملوا المسؤوليه على اكبر درجه. طبعا امال كبيره جدا وطموحات كبيره لجمهور النادي الاهلي. مباراه طبعا صعبه، محتاجه طبعا تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه. سيناريوهات كتيره ممكن تبقى في المباراه. اعتقد الكابتن حسام حاطط كذا سيناريو للمباراه. طبعا الدفعه الكبيره اللي خدناها من المكسب العريض بتاع النجم الساحلي، طبعا ده بيدي للعيبه ثقه، وبلغه الكوره كده احنا بنقول انها يعني الحمد لله ماشيه خلال الفتره اللي فاتت. توفيق مهم جدا، زائد طبعا خبرات مهمه جدا جدا. ويمكن المباراه اللي فاتت كان فيه لعيبه كتير جدا مصابه، وقلت لك الحمد لله اللي موجود الحمد لله ادى الواجب ويمكن اكتر، وادائنا اختلف. ويمكن السمه اللي موجوده في النادي الاهلي الروح مع الاداء، يمكن شفت حضرتك ان المباراه طلعت بالشكل ده. وطبعا انا بشكر الجماهير جدا جدا اللي كان عامل رئيسي في المباراه، وهم اللي خلوا اداء المباراه كده وخلوا شكل المباراه كده. ونتمنى طبعا ان المباراه الجايه تبقى الملعب مليان باذن الله. طبعا المباراه هتبقى مباراه قويه، فرقه وصلت للنهائي اكيد هتبقى فرقه جامده وفرقه كويسه، ولازم يتعمل لها حساب. فرقتنا ماشيه بخطى ثابته، كسبانين الماتش اللي قبل النهائي بسكور كويس جدا. السكور ده بيدي ثقه للاعيبه بتاعتنا، بيصدر مشكله لفرقه الوداد، ان فرقه بتلعب على ملعبها جامد وعامله سكور عالي، فبتصدر لها مشكله جايه قلقانه من المباراه، جايه عندها سنه رعب او خوف من المباراه. فلازم نستغل العامل دوت على الاقل في اول 10 دقائق ربع ساعه. مش عايزين نستعجل الفوز، عايزين نلعب بهدوء بثبات انفعالي بتركيز عالي وبهدوء في نفس الوقت. وربنا يكرم ان شاء الله ونعمل نتيجه ان شاء الله قريبه من الماتش اللي قبل ان شاء الله.